تاريخ السينما والمسرح في عرض أول. عرض أول فكرة وإعداد سيد عبد العزيز. زي النهاردة 3 نوفمبر سنة 1938 كان العرض الأول لفيلم عثمان وعلي. أيوة لحسن الناس يتلخبطوا بينا ما رفوش مين هو العلي ومين العثمان. تأليف وإخراج توجو مزراحي، بطولة علي الكسار، بهيجة المهدي، أحمد الحداد، حسين المصري، علي عبد العال، حسن صالح. الله أنت لسه هنا؟ وأنا راح نبتدي من هنا بقى. اسمعي، عندك إيش فتة دبارة؟ دبارة؟ أي حاضر على عيني. يا ولد البنت كل ما ده بتحلو فعليا أم يا فندق. اتفضل. شفت الاختراع الجديد اللي عملته؟ اختراع ايه؟ رباط العده كده بالدبارة. وربطتهم كده ليه؟ علشان الحته اللي تقع نجيبه زي الهوا. اه شوفي نحتف لك الكشوش ده ونجيبه حالك فرد. اه ولا حاجه ولا سحر. أحداث العرض تدور حول عامل التليفون عثمان عبد الباسط الذي يقع في حب الخادمة ياسمينة. يفصل عثمان من عمله حينما يضبط بانشغاله عن العمل بسببها. عندما يذهب لعمل جديد يكتشف أن جميع موظفي الشركة قد خلطوا بينه وبين علي بيه صاحب الشركة الحقيقي بسبب التشابه الكبير بينهما، ويستغل ذلك لصالحه. بعد الاطلاع على المواد السالفة الزيت حكمت المحكمة حضوريا. أنا من ست الحامية. المحصل أدي الورقة اللي تثبت الشقة بتو بد ده. سكوت. شي غريب. أنت تعرفه؟ نعرف مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله انا هنا وايه الواد ده هنا؟ ها ما تعرفوش؟ ما نعرفوش ازاي؟ ده عثمان عبد الله. الله 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 الله. انا باين لي اتحس ولا بندق باين لي ايوه ده يرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سكوت من فضلكم. عثمان وعلي، مدة العرض 95 دقيقة. اسمع انت اللي اسمك العلي، احسن طريقة خد الصينية بتاعك وانا ناخد النسمينة بتاعي ونبعد عن بعض. ايوه لحسن الناس يتلخبطوا بينا ما رفوش مين هو العلي ومين العثمان. فهم؟ وهو كذلك. اسمع يا عثمان، اتفضل ده على شهر. ايه ده؟ ده شيك ب200 جنيه مكافأة لك لانك كنت السبب في نجاة علي بيه. 200 جنيه على شهر؟ ايوه. يا ولد نسمينا انا رح نعمل لك فرح دبل الدبل. والله وانا مش هتديني حاجة؟ وانت لا ندفع لك اجرة البيت اللي متأخر عليه. تعال. في 3 نوفمبر سنة 1975 كان العرض الأول لفيلم حب أحلى من الحب، إخراج حلمي رفلة وتأليف السيد بدير، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامي، بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، نبيلة السيد، سيد زيان، ليلى حمادة، تغريد عبد الحميد. أمهم الله يرحمها هي اللي كانت فهمهم واخدهم في حضنها. أنا بحب أولادي. شيل الستارة اللي بينك وبينهم، افهمهم علشان يقدروا يفهموك. انت هتعلميني؟ انا بتكلم في حدود وظيفتي، انا مربية وانا مستغني. احداث العرض تدور حول المحامي الارمل رفعت الذي ينشغل بعمله عن اولاده، فيعهد لاحدى المربيات من اجل رعايتهم، لكنه يشترط عليها ان تعاملهم بحزم. في نفس الوقت تستطيع المربية ليلى أن تكسب ودهم وصداقتهم بطريقة مرنة، ومع مرور الأيام تتغير وجهة نظر رفعت للحياة وتصير رؤيته أقل صرامة وأكثر مرحا، ويعجب رفعت بليلى ويعرض عليها الزواج. حب أحلى من الحب، مدة العرض 110 دقائق. رحلة يا عبلة ما تسيبيناش. ليلى يلا يا
في 3 نوفمبر سنة 1986 كان العرض الأول لفيلم نساء خلف القضبان، تأليف وإخراج ومشاركة في السيناريو نادية حمزة، وشاركت في السيناريو أيضا إناس بكر، بطولة بوسي، فاروق الفيشاوي، سماح أنور، سناء جميل، صفاء السبع، عفاف رشاد. أنا دخلت جمعية أول ما هقبضها هشتري عربية صغيرة كده علشان أرحمك من الأتوبيسات وعذاب. مش تشتري الشبكة الأول؟ وأنا صرفت نظر. إذا كنت صرفت نظر قولي، إديني خبر عشان أعمل حسابي. أنا احترت معاكي، مش عارف أرضيك إزاي، كل ما أعمل حاجة علشان أبسطك تطلعي لي بحاجة تانية. تاني مرة يا نادي لما تلاقي واحد بالمواصفات اللي أنت عاوزاها يبقى إديني خبر علشان أبارك لك. خير يا منى؟ نادي يا حاتم، رجعتش من الصبح. إزاي؟ قولي أعمل إيه دلوقتي؟ أرجوك يا حاتم، غيابها ده مش طبيعي. روح انت وانا هخرج ادور عليها. خير منيس تاني؟ دي ليلتين اللي مش فايته دي. ما تعرفش يا حاج عنوان بيت الاستاذ جو المنتج اللي مكتبه هنا؟ اعوذ بالله من غضب الله. هو حصل ايه يا حاج؟ بنت الشارع طلعت من هنا وهم طبع المكتب من هنا، اللهم استر على وليانا. احداث العرض تدور حول الشاويش طلعت سجانه بسجن النساء تبذل ما في وسعها لتعليم وتربيه ابنتيها ناديه ومنى بعد وفاة والدهما. يطلب حاتم المعيد بكلية الحقوق يد نادية تلميذته، ترفض لأنها تحلم بأن تزوج من أحد الأثرياء، لكن الشاويش طلعت تصدم عندما تستقبل ابنتها نادية كنزيلة بالسجن بسبب تورطها في قضية مخلة بالآداب. ماما اديني فرصة شحلي أمنتك يا ماما، إذا غلطت علميني، أنا ماليش غيرك، أرجوك سامحيني يا ماما، ارجع عني يا ماما، أتعذب، أتعذب، ارحميني يا ماما، ارحميني. بعد الاطلاع على شريط الفيلم السينمائي والصور الفوتوغرافية والفيديو وتقرير الطب الشرعي الذي أثبت عذرية المتهمة نادية عزمي، وبعد الاستماع إلى شهادة الشهود قررنا حبس المتهم يوسف سلامة وبراءة المتهمة نادية عزمي من التهمة المنسوبة إليه. نساء خلف القضبان، مدة العرض 105 دقائق. سامحني يا حاتم، مش عارفة أشكرك إزاي، أنا ما كنتش مصدقة إنك بتحبني لدرجاتي. أنا خلاص يا حاتم عقلت وبقيت تحت أمرك، نتجوز من بكرة، لا النهاردة، دلوقتي لو عايز هعيش في الحارة في أوضة مامتك، بقيتش عايزة من الدنيا حاجة غيرك. نادية، اللي عملته ده مش سببه الحب، ده واجب. ليلى، أختك ووالدتك عزلهم من الحب، وده العنوان الجديد. مع السلامة. كان معكم في هذا العرض حنان عسكر، عرض أول، فكرة وإعداد سيد عبد العزيز.